عدد الحالات التي تم إدخالها إلى مستشفى 70 ما يقارب أكثر من 64 حالة. عدد الوفيات ما يقارب أكثر من 11 حالة، من ضمنها أحد الحالات وفت أمس. طبعا هي هذه الحالة تعتبر أحد الحالات، أسرة كاملة أصيبت، توفى عليها اثنين، الشخص المريض الآخر توفى أمس. نوجه نداء الاستغاثة إلى الأمم المتحدة، ونوجهها إلى كل المنظمات بتوفير العلاجات والأدوية والحمايات للأطفال، وخصوصا الأدوية التي ثمنها غالي جدا ولا توجد في الأسواق، زي الأميغلوبينين والدوبامين والأدرينالين. هذه الأشياء اللي قد تنقذ المريض في الحالات الخطيرة والحالات الحرجة.